بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم وبستكمل كلامي مع أستاذ حاتم النجيب. خليني بقى السؤال اللي احنا كنا بنسأله، السعر الجملة وسعر التجزئة والمكسب اللي ما بينه، فهنستعرضها مثلا على طماطم على خيار، حلقات التداول، كل اللي احنا بنتكلم فيه حلقات التداول، مصاريف النقل والشحن ومصاريف العمالة ومصاريف الإيجارات المختلفة من حي لحي، يعني الحي الشعبي هتلاقيه مختلف عن الحي الراقي، الحي العشوائي هتلاقيه مختلف عن الحي الشعبي، لأن كل جودة وكل حي بيستهدف جودة. الجودة دي بسعر مختلف عن الآخر، يعني مثلا الرحاب ومدينتي والقاهرة الجديدة والتجمعات دي مش زي شبرا ورود الفرج والساحل والشرابية وعزبة النخل والمرج والكلام ده كله، أهلنا دول. أنا يهمني في المقام الأول محدود الدخل، إحنا بنشتغل دلوقتي واللي جاي، وإحنا بنقول ليه عشان نستطمئن بس، أسابيع والأسعار تثبت وتنخفض تدريجيا. أسابيع قد إيه يعني؟ يعني إن شاء الله بإذن الله خلال 20 يوم بالكتير يبقى عندنا العروة اللي هي المبكرة محافظة المنيا. تتكلم على الطماطم دلوقتي حضرتك؟ على الطماطم وبقية الأصناف الأخرى زي الخيار الصوب اللي هيبشر خلاص بقى من قاعدة محمد نجيب ومن الأماكن اللي هي خلاص هتشتغل هتبدأ تنتج. النهاردة عندنا بعض المحافظات التانية زي محافظة بني سويف، الفيوم، محافظات الصعيد الأخرى زي محافظة قينا ومحافظة سوهاج ومحافظة أسيوط. أنا عندي فضول على أسعار الخضرة، ربطة الجرجير وربطة البقدونس ورقم دي مالهم بقى رخ، لما احنا جينا اتكلمنا في بداية حديثنا وكان الدكتور بيشرح وبيستعرض ايه اللي حصل في التغير المناخ وتأثيره السلبي على المنتجات الزراعية. اول شيء حصل له تراجع في الانتاجية واول شيء اختفى هي الخضرة. ازاي يعني؟ ده الناس بتزرع كده على يعني ملهاش اراضي يعني. لان دي محصول شتوي مش صيفي، ولكن احنا بنقول ان الزراعات المتطوره اللي احنا رايحين لها وبنقول رجاء هتوصل 15 جنيه. اما هو مفيش، هو الانتاج كده اهو يعني مش فيهاش، ده ما فيهاش اساسا. الانتاج تراجع بنسب متفاوته في كمه داخل الاسواق، الكم تراجع، الاتاحه مش موجوده زي المعتاد، فبالتالي انا عندي ارتفاع اسعار. لكن هل ده هيحصل هيبقى موجود في الايام اللي جايه في الشهور اللي جايه؟ طبعا لا. ليه؟ يعني هتنزل قطع الخضره شتوي، الكابوتشا يعني هترجع ناخدها مثلا ب 2 جنيه ولا مش هتنزل النازله دي؟ لا 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 هترجع لمعدلاتها الطبيعيه، بس عندنا اللي بيعلى ما بينزلش قوي. الحاجه الوحيده اللي بتنخفض لاسعارها وترجع لمعدلاتها الطبيعيه بالدليل البطاطس ازمتها رجعت، البصل اللي كان ب 40 جنيه النهارده البصل بكام؟ كمان النهارده بكام؟ 13 ب 10 جنيه داخل اسواق التجزئه. فاحنا بنقول لاهالينا اهو احنا عندنا كم من المعروض هيبقى داخل الاسواق، بس الناس تحافظ على ان هي ما تقلقش. يعني احنا والله متفاهمين ولا ننكر ان الاسعار فيها ارتفاع، لكن ده بشكل يعني مؤقت مش دائم، وده مش بايدينا، دي تغيرات مناخيه وتدخل الهي مش بتاعنا. ولا وزاره الزراعه لها يد، ولا الحكومه لها يد، ولا التجار لهم يد، ولا المواطن لها يد. يعني كده يا استاذ حاتم حضرتك بتقول لي ان احنا في خلال اسبوعين في 20 يوم تبتدي الاسعار تنخفض تدريجيا. لكن حد يقول الصبح الطماطم ب 2 جنيه، لا هذا الكلام غير صحيح. تنزل قد ايه طيب؟ يعني احنا بنتحدث ممكن 20% ترجع تبقى 30% تتراجع تاني تبقى اكتر من كده. يعني ممكن نشوف الطماطم تاني ب 5 جنيه وب 4 جنيه هنلاقيها من 7 جنيه ل 8 جنيه في خلال ان شاء الله باذن الله شهر ونص. العروه الشتويه اللي هي الكبيره هتلاقي الناس تاخد طماطم ب 7 جنيه و8 جنيه و10 جنيه، وممكن ترجع زي ما انت حضرتك قلت، لان اليات العرض والطلب هي اللي بتحكم الاسواق. مش ما فيش تاجر يقدر يحدد سعر، لكن احنا بنتحدث عن اليات عرض وطلب. ولكن اللي احنا رحنا له وتحدثت عنه التصنيع الزراعي عشان يبقى عندي توازن، ده المنتج البديل يا فندم، وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه في الايام اللي جايه. الزراعات الحديثه والمتطوره اللي احنا بنتحدث عنها دي اللي بتجيب 4 أضعاف الزراعه التقليديه. وده بيديني كمان ان انا اقدر اصدر. يعني احنا دوله مصدره الخضار والفاكهه، الناس تبقى فاهمه، احنا اكبر مصدر برتقال، احنا اكبر منتجي تمور على مستوى العالم، ده حقيقي. يعني الناس تبقى فاهمه كده، دي فتره مؤقته وهترجع الامور لنصابها وهيبقى في اسعار في متناول كل مواطن مصري ان شاء الله.